أمين، مرحبا بك معنا اليوم. شكرا شكرا بدل على الاستضافة، وشكرا على جوني الكازا أو ترجات الكازا. أول حاجة الجمهور تعرف عليك في السوشيال ميديا، فكاين اللي مازال ما تيعرفوش شكون هو أمين، شحال عندك من عام، شنو قريتي، المستوى الدراسي ديالك؟ حاولوا شويه الناس تعرفوا عليك اليوم. انا تخرجت للناس ما عرفوش منين خرج. المهم، أمين زين الدين، انا ولد المدينه الفصفاطيه، ولد بوجنيبه، اقليم خريبكه، ساكن ومستقر في طنجه، سن 28 عام. قريت الباك ديالي خديته في 2014، ابري كملت الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي اون الكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي. من بعد صافي مشيت دخلت لسوق الشغل صافي، وساليت القرايه. ستاند اب، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش باللي امين راه كان في ستاند اب، وكنتي ثنائي انت واحمد، كنتو بجوج. قربنا اكثر من ديك التجربه ديالك في ستاند اب. التجربه ديال ستاند اب كانت هي بحال اللي قلتي، هي المرحله اللي غادي ندوز منها من الهوات شويه لانني نعرف اشنو كندير ونعرف النوع ديال الكوميديا اللي خاصو يدار. ستاند اب دوزنا الدوره الاولى في 2017، ايفيكتيفمون كنت ثنائي ومازال مع الثنائي ديالي. غير السوشيال ميديا دخلت ليها بوحدي بحكم البعد، هو ساكن في خريبكه وساكن في بوجنيبه بلوتو، وانا ساكن لاخر تحول دابا في طنجه بحكم العمل. داكشي علاش انا كنبان في السوشيال ميديا، ولكن فوق لاسين مازال حنايا ثنائي. مازال نورمالمون دابا بحكم انه ما كاينش شي شركه ديال الانتاج ولا شي واحد اللي غادي يشد لو بروجي اللي كاين، اللي هو كومي كليك، اللي هي واحد الجروب ديال الدراري الشباب اللي تاهما دازوا معنا في ستاند اب. ما الامكانيات الماليه ما كايناش، داكشي علاش حبسنا دابا. كل واحد مشى باش يكون راسو ويدير واحد الكارير ديالو بعيد على الكليكه، ومن بعد عاد نعاودوا نرجعوا نجمعوا ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للعمل ديالك في السوشيال ميديا، بديتي كتحط الفيديو، حتى عرفنا امين في الفيديو تضحكنا، قربنا اكثر، كيفاش جاتك الفكره باش تدخل السوشيال ميديا؟ شوف، الفكره ديال السوشيال ميديا انا اكثر واحد كان متخوف منها. كاع الناس اللي بداو معايا في زعما اللي كانوا معايا في ستاند اب كنت كنقول لهم شوف سيروا السوشيال ميديا راه كتحل البيبان، ولكن انا كان راسي باش نشوفوا في السوشيال ميديا ولا نعرف كيفاش غادي ندير ما كنتش متقبلها. في راس العام بالضبط، من ورا راس العام بواحد اليومين، درت واحد ستوري عجبات الناس بزاف، قلت شنو غادي ندير، علاش انا غادي نبقى خايف نحطها. حطيت داك لا ستوري طلعت بزاف، عاود رجعت دوك لي ستوري كاملين اللي كانوا عندي، بديت كنبوستيهم. في ميم با شهر من الكونت من 2000 ابوني طلع ل 100000، صافي وانا نكمل. دابا 6 شهور؟ 6 شهور دابا، 6 شهور دابا 400 وشي حاجة. 400 وشي حاجة، كيفاش جاتك التجربة ديالك في السوشيال ميديا؟ شوف، السوشيال ميديا واحد العالم اللي زوين، ولكن عنده شي حوايج اللي هما فهمتي انت وفين حطيتي راسك. حطيتي راسك في شي بلاصه مزيانه ديال ان الناس تخليهم يحترموك، ديال الناس يتبعوا داكشي اللي خاصهم يتبعوه، ما تبارطاجيش حياتك بزاف، تبقى انت فهمتي انت زوين على الناس، ماشي كل شويه فهمتي بشي حاجه اللي ما غاديش يتقبلوها مثلا الناس. انا الاغلبيه ديال الناس اللي متبعيني هما عيالات اللي تبارك الله راه من 45 الفوق، اللي كنتلاقى بهم في الزنقه كنقول ويلي واش انا زعما هذا الشيء اللي كندير كيعجب هاد الناس. مي الحمد لله، لا هذا هو اللي كتخلي فهمتي كتخلي الناس انهم يبقاو متبعينك، هو الاحترام، تحترم راسك وتحترم داكشي اللي غتقول للناس باش حتى هما يحترموك. بالنسبه للفيديوهات اللي كدير ولا المواضيع اللي كتعالج في الفيديوهات ديالك، منين كتجيبهم، كيفاش كيجيوك الافكار ديالهم؟ غير كتجيك فكره وكتنوض تصور؟ انا ما فهمتش، كاين اللي غيبدا يقول لك لا كاين ايكيب، كاين معايا الناس، والو، انا التليفون كنحطه قدامي، كتجيني شي حاجه اللي هكا طاحت ليا في راسي كنقول انا فهمتي راه هذه شي حاجه اللي كتقيسني، انا كنناقشها بنفس الطريقه اللي غنناقشها انا وصاحبي، كتوصل للناس. بالنسبه للفيديو الاول اللي شهرك، شنو هو؟ الفيديو الاول اللي غادي يشهرني هو ديال المعاناه ديالي مع لا برونونسياسيون ديال الفرنسي. هذاك هو اول فيديو، شحال جاب لك؟ هذاك تقريبا في ما كاملاش يومين كان في تيك توك ضرب شي 1.5 مليون، وفي انستغرام ضرب ثاني شي 800 ولا 900 الف. هذاك كان هو اول فيديو ديالي غادي يضرب ديال بصح. دابا امتى نقدروا نشوفوا امين داير العرض ديالو بوحدو؟ كنشوفوا دابا بزاف الفنانين اللي كانوا معك ستاند اب واللي كانوا حتى في كوميديا ولاو كيديروا دابا لي شو ديالهم، انت امتى نشوفه؟ هذه الفكره طرحت عليا دابا بزاف وراه خدام عليها. الا قلبتي دابا غتلقاي المذكره غادي وكنكتب. ما زعما ما كرهتش فهمتي في اقرب وقت، ولكن انا كنوجد بحكم انه زعما الناس اللي كيكونتاكتيوني ولا الناس مع من كان فهمتي مع من كنتجمع دابا كيقول لي وجد السبيكتاكل ديالك يكون واجد، وديك الساعه الشيء الاخر انت ما غاديش فهمتي خليك بعيد، يعني انت وجد الارتيستيك ديالك وداك الشيء اللي زعما في البيع والشراء والقاعه وداك الشيء كامل، هذاك الشيء انت خارج منه. الحمد لله كان بشويه بشويه، ما بغيتش ثاني ندير كل شيء باش ما ندير حتى شي حاجه، ندير حاجه بحاجه خطوه بخطوه.
بالنسبه للسوشيال ميديا اي واحد يكون فيها كيكونوا ايجابيات وكيكونوا سلبيات. انت شنو هما السلبيات اللي لقيتي في السوشيال ميديا؟ ما نكتبش عليك والله ما كاين، ما غنبداش ندير في الدراما ولا والناس وك زعما ما كاينش. انا لحد الان دابا كنشوف شي حوايج اللي هما ايجابيين. كاينين بعض المرات اللي كيكونوا دي كومونتير خايبين، الناس اللي كيجيو يكومونطيو، ولكن ما غنخلي ما غتخليش بزاف ديال الناس اللي كيكتبوا شي حوايج زوينين ومشي مبقى انا مركز غير على هذوك الاربعه ولا خمسه ولا 10 ولا 100 كومونتير خايب. ركز على الزوين باش ديما تبقى تشوف الحياه زوينه، ما نبقاوش نشوفوا ديما غير الخايب. بالنسبه لهاد لي كومونتير الخايبين كيحركوا فيك انت حتى شي حاجه؟ حيت كاين بعض الناس اللي كيتاثروا. والو والله الا انا من اللي كنتنمر على راسي باش ما نخليش الناس فين يتنمروا عليا، ما عنديش مشكل زعما فهمتي. اللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها، كانت شي حاجه خايبه راه تن زعما الا كانت شي حاجه خايبه الناس ما خاصهمش يقراوها كنحيد الكومونتير، كانت شي حاجه اللي زعما غير الضحك وانا كنضحك بها انا راسي كنخليها عادي. اليوم شنو رسالتك للناس اللي كيتعرضوا للتنمر وداكشي كيأذيهم، شنو تقول لهم؟ والله ما كاينش شي مشكل شي لا الا نتوما فهمتي كنتو متقبلين داكشي اللي فيكم وفي ذاتكم، راه حتى شي واحد ما غادي يحرك فيك شي حاجه فهمتي. انت كون متصالح مع ذاتك، اعطي لراسك فرصه، عرف دوك الحوايج اللي خايبين اللي فيك وخليهم يكونوا حوايج زوينين باش تلا قالوهم الناس اوكي ماشي مشكل انا عارف شنو انا، علاش غادي يحركني شي حاجه اللي غيقولوها واحد اخر. قلتي انك دير حدود لحياتك الشخصيه، ما كتبارطاجيهاش في السوشيال ميديا. ما كاينش باش بارطاجا، شنو بارطاجي؟ ما كاينه مره نبارطاجيوها العائله بعيد عليهم مع انا وسرق الزيت راه كنبارطاجيه يوميا. قلتي لي سرق الزيت اللي كنت كنقلب عليه، كيفاش اخويا سرق الزيت؟ شوف انا جوج حوايج اللي مديرهم في السوشيال ميديا هو انني نخلي الناس يهضروا بالعربيه اللغه ديالنا ويبعدوا على ديك الفرونسي كومون تي تابيل ميرسي داكور داكشي ما عديش معاه داك البريستيج. وثاني حاجه هي ان علاش سرق الزيت بنادم تيخاف منه؟ ما كيعط، ما الدراسات داروا انه نقي، علاش 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 لا تشك، علاش كلشي حنا زوينين، علاش غادي نبداو نتاخذوا سرق الزيت خايب؟ حنا زوينين حتى واحد ما زوين. واخا القصه سرق الزيت منين جبتيه وكيفاش جبتيه؟ انا شوف هذيك الحشره كتعجبني باش نكونوا واضحين، انا هذيك الحشره هكاك مخلوق من سيدي ربي ما كيأذي حد، ما كيدير حتى شي حاجه، الدراسات جاو قال لك انه نقي، علاش حنا غادي نكرهوه؟ ما هكاك جا دخل عندي للدار لقيتو هزيت وقلبته بصبعي، السيد مسكين ما تيتحرك ما كيطير ما كيغوش ما كيدوي، علاش غادي نقتلوه ولا علاش خليته هكاك صافي؟ ما بارط ما تفهمش، المهم باش نكونوا ما تفهمش، بارطاجيتو مع الناس راك شي كلشي هزو كلشي بارطاجاه، ما هكاك جات ما تو فهمتي كلشي راه سرق زيت النهار معنا نهار وما طال في الزنقه، ولكن غير هزيتو بقى ليا في صبعي صافي عجب بنادم كلشي بقى تيتفاعل معاه. نرجعوا نتكلموا شويه على الكوميديا في المغرب، كيفاش كتجي الكوميديا في المغرب؟ كاين شي دراري تبارك الله دابا الموجه ديال الدراري اللي كاينين تبارك الله، انا ما نكذبش عليك بعض المرات كتجي انك تشوف راسك انه كاين فهمتي كاين نيفو طالع في الكوميديا، الدراري لا في الكتابه ديالهم لا في الالقاء ديالهم لا في لا بريزونس ديالهم زعما فوق الخشبه، كاينين دراري اللي واعرين تبارك الله ما فهمتي ما كتلقى ما تقول عليه سيرتو راك كتشوف بزاف ديال لا الدراري اللي بادين اللي يلاه دابا فهمتي هاد لي جينيراسيون ديال ستاند اب، لا الدراري اللي كانوا في كوميديا لا الاهرام ديالنا ديال الكوميديا تبارك الله كاين الناس اللي واعرين. عطيني اسماء. واسماء ما يمكنش ديال الشباب اللي كاينين دابا اللي بادين الشباب اللي كاينين وكيعجبوك وكتفرج في انا اكثر واحد كنتفرج فيه وكيضحكني هو عز الدين فتوحي، هذاك الولد تبارك الله عرفتي عطاه سيدي ربي واحد الذكاء ما يمكنش المواضيع كيفاش كيوصلهم. شكون اخر ثاني بالنسبه للناس اللي زعما باديين ومعروفين؟ كاين سميتو كاين يسار تبارك الله من الناس اللي فهمتي حتى هما، انا كيعجبني ماشي الواحد اللي يكون غير كيقول الهضره وصافي، مي يكون ذكي في النقاش ديال المواضيع ديالو، يعني كاين واحد الذكاء غير في كيفاش كيوصل لك شي حاجه اللي هي كنشوفوها حنا كاملين بطريقه اللي كتضحك. هو اللي كاين بجوج قلت لي عزتين هادو هما اللي دابا فهمتي اللي زعما انا مي كاينين دراري اخرين اللي مازال ما باينينش لا في السوشيال ميديا لا في شي حاجه، بحال واحد الولد سميتو محمد فتيح هذاك انا فان ديالو، هذاك زعما راه كان بان مع الدراري ديال هيثم مفتاح وسميتو واسامه رمزي في السلسله ديالهم، دري اللي واعر بزاف ولكن باقا ما تعطاتوش فرصه يبان، هذاك انا فان ديالو وبيان سور فان ديال احمد الادريسي صاحبي هذاك هو كنقول انا هذاك هو البسطاوي الله يرحمه فيا مات. باقين دابا نتوما على تواصل باقين خدامين بشو؟ مازال هذاك ابار الخدمه هذاك صاحبي ديال بصح هذاك هو الصحبه والعشره ديال 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 الطفوله. تكلمت دابا انك في طنجه بحكم الخدمه ديالك، السوشيال ميديا واش انت كتعتبرها حتى هي خدمه؟
شوف نهار غتعتبر السوشيال ميديا خدمه ما عمرها غتعطيك. وحنا شفنا ديكا ديال الناس اللي قدام اللي خلاو كلشي ومشاو للسوشيال ميديا، ما كتعطيش مشاو للفن بصفه عامه. جات انا السوشيال ميديا كان غير باب، ما كنعتبرش ان السوشيال ميديا خدمه، غير باب. الفن بصفه عامه الا كنت يديرو هو الباب الوحيد منين تجيب الرزق ديالك، كاين يعطيك يقدر ما يعطيكش. ولكن الا كانت عندك خدمه اخرى ولا عندك بروجي اخر ديالك، ديك الساعه السوشيال ميديا ولا الفن جاب لك الفلوس مرحبا، ما جابش راه عندي واحد الدخل ديالي، ما نبقاش مركز عليه باش غدا ولا بعد غدا ما نلقاش حتى باش نداوى. يعني انت كتقول انه خدمتك ما تفرطش فيها على قبل الفن. واحد ما نفرطش فيها، كاين ثلاثه الحوايج، يعني الخدمه، الفن، وعاده حياتي الخاصه، هادو كيبقاو كل واحد في بلاصه. كلمه اخيره للجمهور ديالك ولا شي حاجه كنتي باغي تقولها وما سولناكش عليها؟ ما عندي حتى شي كلمه، غادي نقول للناس اللي بعدا شكرا الغاليه، شكرا للناس اللي متبعيني، شكرا لاي واحد دار كومونتير، شكرا لاي واحد كيصيفط ميساج، شكرا لاي واحد غير كيشوفك في الزنقه كيقول لك كلمه زوينه. هذا الشيء كيف ما فهمتي كيف ما هما كيتسناو منا انك تضحكهم ولا تعطيهم شي فيديو اللي يضحكهم، حتى حنا كنتسناو هذا السوبور اللي غير بنادم يقول لك كلمه زوينه ولا غير يضحك في وجهك في الزنقه. هذا الشيء راه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، واحد الاحساس اللي ما تقدرش توصلو ليهم، انت بوحدك اللي كتحسو.